فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: نعرف أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن فيها، إلا أننا نجد من بعض المصلين إذا سقط منه شيء في حال القيام نزل ليأخذه، فتكون كهيئة تكون الهيئة كهيئة الراكع، فهل تصح هذه الصلاة؟ إذا كان هذا الشيء يخاف عليه لو تركه فلا بأس أن يتناوله ويعود إلى القيام، أما إذا كان لا يخاف عليه فإنه يستمر قائما، لأنه لا حاجة إلى الانحناء لأخذ الساقط. نعم.